لقد وصلت البشرية لمستوى فائق في العلم والمعرفة الذي قادها للدمار. نحن نحارب بعضنا البعض، نحن نكره بعضنا البعض، ونحن ندمر كوكبنا الجميل ونلوث كل ما أهدانا الرب إياه. يحاول البشر باستماتة محاربة الشيطان، لكن كلما قطعوا رأس من رؤوس هذا الوحش نبت له رأسان. يوجد وسيلة واحدة فقط التي يمكن من خلالها سحق رأس الشيطان وتوقيف الشر، وهي قصة الحب الفريدة من نوعها بين الخالق والخليقة. الكتاب المقدس يقول إنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لذلك نحن مستحقين الجحيم، لكن هذه ليست إرادة الله لنا. لذلك قام بإرسال ابنه يسوع المسيح إلى العالم. يسوع مات من أجل خطايانا على الصليب، قام من بين الأموات، وهو الآن فاتح ذراعيه ويقول لكل شخص تعال إلي وأنا لن أرفضك مهما كنت. كشجرة لا يمكنها النمو بلا تربة، كذلك المسيحي لا يمكنه النمو في الإيمان بلا جماعة المؤمنين. ابدأ بقراءة العهد الجديد وابحث لنفسك عن جماعة مسيحية حية بمنطقتك، مؤمنين حقيقيين بيسوع المسيح وبالكتاب المقدس ككلمة الله الحية.